من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: بين جعجع والحريري عقدة عون. ما تركنا أي احتمال إلا ما طرحنا، الاحتمال اللي منحبه والاحتمال اللي ما منحبه. هيل من عين التين: تجنبوا دفع ثمن الفراغ. سلام وصل إلى السعودية والراعي رد له الزيارة. نحن قاعدين عم نملأ شواغر وشواغر، نخلق كمان مركز شاغر كمان على أساس الدولة. في الخاص: ترسيم حدود داخل البيت الزوجي. عائلي أولاً، وعاجب وواجب كمان تجاه الدولة اللي كمان أنا عندي جنسيتها. من بائع شاي إلى رئيس للهند. حمص في كان بماء الفضة. رعب ما بعده رعب. وفي النشرة رسالة جديدة: Egyptian women, we are don't need any help from Obama. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. الحريري، جعجع وعون ثالثهما، فأي سر حمله اللقاء؟ وهل سمى زعيم المستقبل الجنرال مرشحا توافقيا؟ يبدو كذلك، وإن اختلفت التصريحات وصدرت بيانات النفي وجملت العبارات. ووفقا لمصادر في تيار المستقبل، فإن الحريري قال على مسامع جعجع: لا حل لدي، وأولوياتي الرئيس القوي، لكني سأسير في أي تسوية. فبالنسبة لي أي خيار أفضل من الفراغ، ولن أستثني أحدا. تابع الحريري: أنتم كمسيحيين الكرة في ملعبكم، وقد اتفقتم في بكركي على رئيس قوي، واليوم فإن بكركي تضغط علينا، ولن أستطيع أن أقف مكتوف اليدين. نحن سنحضر الجلسات ولن نغادر النصاب ونترك البلد يذهب إلى الخراب. هذه المحادثة كانت بشهود إثبات، إذ حضر اللقاء كل من نادر الحريري وغطاس خوري وهاني حمود قبل أن تعقد خلوة بين جعجع والحريري قد يكون اسم عون طرح فيها، إنما على قاعدة الثابتة التي أطلقها زعيم المستقبل من أنه ذاهب بأي مرشح ولا فيتو لديه على أي اسم يكون موضع توافق بين المسيحيين أنفسهم. جعجع وضع الترجمة الفعلية لكلام الحريري وقال في المؤتمر الصحفي اليوم إن زعيم المستقبل طرح الخيارات كافة، وفي شي بتحبه وشي ما بتحبه، ومن ضمنه الجنرال ميشيل عون اللي طارح حاله مرشح توافقي. خلينا نتوقف ونشوف قدي في إمكانية نعتبره هيك ونروح نصوت له. فرد جعجع بأنه يثمن العلاقات التي ينسجها المستقبل مع التيار الوطني الحر، لكن عون ليس مرشحا توافقيا لليوم. وبموجبه فإن بيان نفي القوات لما أدلى به جعجع بأنه مغلوط فيه ومجتزأ وغير دقيق على الإطلاق سيصنف على أنه بيان غير دقيق، لأن الجوهر موجود ودليله من صوت جعجع وفيه. وفي الحصيلة فإن المستقبل وضع ميشيل عون خيارا، لكن هل كان هذا الخيار بعيدا من رأي السعودية؟ فوزير خارجيتها سعود الفيصل افتتح مكتبا انتخابيا في باريس واستدعى المعنيين بالاستحقاق اللبناني إلى العاصمة الفرنسية وليس إلى الرياض لإشراك فرنسا في القرار باعتبارها الراعية الأم للجالية السياسية المسيحية. والتقى هناك كل من السنيورة وجعجع والحريري وجنبلاط، وقال على مسامعهم إن بلاده ليس لديها أي مرشح للرئاسة، لكنها تفضل الاستقرار وتفادي الفراغ، ولا يجوز لدولتكم أن تبقى بدون رأس، فنحن لدينا رغبة بتسوية تأتي برئيس للجمهورية. هذه التسوية قد يتطلع عليها رئيس الحكومة تمام سلام، الذي توجه اليوم إلى السعودية معلنا قبيل وصوله إنه لن يبحث الاستحقاق الرئاسي هناك، لكنه في هذه النقطة بالذات قد يكون سلام في حاجة إلى إعادة ترتيب لأفكاره، فهو لا يحمل معه إلى المملكة
سوى هذا الهاجس. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يكشف سر مكتب وينفي. بعد لقاء مطول جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في العاصمة الفرنسية باريس، حيث جرى استعراض كل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وفرصهم، كشف جعجع في مؤتمر صحفي أن الحريري طرح ومن بين المرشحين من يحب ومن لا يحب، فكان عون من ضمنهم. صراحة يعني توقفنا عند أي مخرج ممكن للأزمة، ما تركنا أي احتمال إلا مطرحنا، الاحتمال اللي منحبه والاحتمال اللي ما منحبه. طبعا بتعرفوا الاحتمال اللي ما منحبه. سعد الحريري طرح من الجملة انه من جملة الاحتمالات يلي انطرحت انه خيي في جنرال ميشيل عون طرح حاله مرشح توافقي، انه خلينا نتوقف ونشوف انه قديش في امكانية يعني نعتبره هيك ونروح ونصوت له، في شيء اكتر من هيك؟ توقفنا مطولا عند هالاحتمال، وللأسف من بعد ما استعرضناه من كل جوانبه، يعني أنا كان عندي رأي واضح جدا بهالخصوص، ورأي واضح جدا يعني مش رأي هيك أنه ردة فعل، لا رأي موضوعي جدا، هو أنه أولا قلت له للشيخ سعد أنه الاتصالات والعلاقات اللي عم يعملها مع التيار الوطني الحر هيدي مشكورة، بس من نهاية المطاف لحد هاللحظة الجنرال عون مش مرشح توافقي، مثلا مرشح توافقي ما في يتصرف مثل ما تصرف بأول جلسة الانتخابات الرئاسية، انه مش فنجان قهوة وكاس عرق بيخلوا الواحد يروح يعمل رئيس جمهورية، مش يقبل بحالتين رئيس جمهورية. تركين لك حل واحد على انه يا فراغ يا تروح تنتخب العماد عون، هذا منه منطق، هي منه ديمقراطية، هي منه حرية. وألمح جعجع إلى انفتاح فريقه على البحث في مرشحين آخرين يمكن التوافق عليهم يؤمنون بالمبادئ السيادية. رئيس الحكومة تمام سلام يؤكد قبيل وصوله إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية لا علاقة لزيارته بالاستحقاق الرئاسي، ونفى أن يكون البطريرك الراعي قد فتحه في موضوع بقاء الرئيس ميشيل سليمان في بعبدة إلى حين انتخاب رئيس. أمل رئيس الحكومة تمام سلام يكون الاستحقاق صناعة لبنانية كما كانت الحكومة من دون أي تدخل خارجي. وفي تصريح للصحفيين على الطائرة خلال توجهه إلى السعودية، أوضح سلام أننا نعرف أن للقوى السياسية تواصلا بالخارج، إلا أننا لم نلمس أي تدخل خارجي بالاستحقاق الرئاسي، مشددا على أن زيارته المملكة العربية السعودية غير مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي. وقال إن العلاقات برئيس تيار المستقبل سعد الحريري مستمرة ومتواصلة، مشيرا إلى أن العلاقات بالسعودية وطيدة، وأنه حرص على بدء جولته العربية بالسعودية منوها بما أعطته للبنان. ونفى سلام أن يكون البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قد فتحه في موضوع بقاء الرئيس ميشيل سليمان في قصر بعبدة، مشددا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن الراعي هو بطريرك لبنان لا طائفة. وعن إمكان استقالة وزراء التيار الوطني الحر إذا لم ينتخب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون، قال سلام لم أسمع هذا الكلام، متمنيا ألا نذهب إلى مزايدات سياسية بعد 25 من أيار. وكان سلام قد وصل إلى مطار جدة، وكان في استقباله على أرض المطار عدد من الوزراء والسفراء، وبعد استراحة في الصالة الملكية توجه سلام والوفد المرافق إلى مكان إقامتهم في قصر الضيافة والمؤتمرات. وقبيل مغادرته إلى السعودية، التقى رئيس الحكومة تمام سلام البطريرك الماروني في السرايا الحكومية، مجددا رفضه الفراغ ومقاطعة جلسات الانتخاب. حاجة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الصبر في هذه المرحلة قادته إلى السرايا الحكومية، حيث شكر الرئيس تمام سلام لأنه على حد قول سيد بكركي علمتنا الصبر والصبر مفتاح الفرج، ولأن بالصبر وحده لا ينتخب رئيس، دعا الطرفان إلى تضافر جهود كل القوى للنهوض بالبلد. أيضا هناك بعد آخر قد يذهب إلى الفراغ إذا ما تم محاولة لتسييس هذا الشعور، نأمل أن لا نصل إلى ذلك، ونأمل أن يتم ملء هذا الشعور كما قلت في غبطة البطريرك أننا نجحنا في ملء
35 مركز شاغر فئة أولى في البلد. فهل نصنع شغور؟ نحن هنا لملء شغور، فنأمل أن لا نحتاج إلى الوصول إلى هذا البعد، أي بعد الفراغ الذي لن يكون مريحاً لا للطائفة المارونية ولا للطوائف اللبنانية كافة ولا للبنان. والرئيس الحالي كمان كنا عم نحكي مع دولة الرئيس إداه كمان رد لاعتبارها للدولة اللبنانية وللرئاسة. معقولة بعد 6 سنين هلأ بتفوقوا إذا بتعملوا شغور أو مش شغور؟ إذا الدستور بيأمركم، مش أنا بدي أقول لهم اقنعهم، ضميرهم الوطن لازم يقنعهم، ضميرهم المهن لازم يقنعهم، لأنه نواب والنائب دوره ينتخب رئيس، فهذا شيء مشرف. وكان عم بيقول فخامة دولة الرئيس أنه نحن قاعدين عم نملك شواغر وشواغر، نخلق كمان مركز شاغر كمان على أساس الدولة ورأس الدولة، ما بيجوز. كما أطلع الراعي سلام على هدفه من زيارة القدس المحتلة. جيت كمان حتى نقول له نحن رايحين هالزيارة، هل هي أهدافها مجرد رعوية وروحية وكنسية، مع الانتباه الكبير أنه ما يصير إلى أي استغلال آخر. وإذ جدد الراعي دعوته النواب إلى التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بحكمة، رفض إعطاء أي مواصفات للرئيس المقبل. من عين التين السفير الأمريكي ديفيد هيل يحذر من ثمن الفراغ الرئاسي، ويشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. رأى السفير الأمريكي لدى لبنان ديفيد هيل أن الفرصة لا تزال متاحة أمام القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية، ولفت بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى أن المجتمع الدولي يريد المساعدة في هذا المجال. انتهزت هذه الفرصة لتكرار موقف الولايات المتحدة ولحض القيادات اللبنانية على انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة المحددة وفقا للدستور. إن هدفنا هو مساعدة اللبنانيين على حماية العملية الانتخابية من دون أي تأثير لتحديد النتائج مسبقا. إن المجتمع الدولي يريد المساعدة في هذا المجال مع التحديات الكثيرة التي تواجه اللبنانيين. إن النجاح لا يكون ممكنا من دون التزام القيادات اللبنانية بهذه الأهداف وتضافر الجهود فيما بينهم، وأن يأخذ العمل الرئاسي والبرلماني والحكومي مساره لمواجهة هذه التحديات وتجنب دفع ثمن الفراغ. وكان هيل قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة، وتناول معه العلاقات بين البلدين والأوضاع السائدة راهنا في لبنان والمنطقة. رسائل رؤساء الجمهورية، هل تلزم النواب الحضور وما آليتها؟ قراءة قانونية في رسالة الرئيس سليمان في هذا التقرير للزميلة دارين دعبوس. على مشارف انقضاء المهلة الدستورية بثمانية أيام، اختار رئيس البلاد العماد ميشيل سليمان قبيل مغادرته أروقة القصر الجمهوري أن يستخدم صلاحية مراسلة المجلس النيابي في محاولة لإلزامه عقد اجتماع لانتخاب خلف له إثر الفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس. أستاذ المجلس الذي لم يشأ في حينه التعليق على الرسالة وتوقيتها سارع في مطلع الأسبوع إلى ترجمة موقفه، فوجه دعوة إلى أعضاء المجلس للمشاركة في جلسة الأربعاء لمناقشة الرسالة. 3 رسائل رئاسية في عهود ما بعد الطائف وجهت، فهل تلزم الدعوة 3 النواب الحضور؟ وما آلية هذه الدعوة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب؟ في رسالة بعث بها الرئيس لياس هريبي بموضوع الزواج المدني الاختياري، في رسالة أخرى أرسلها الرئيس إيميل لحود بموضوع قانون الانتخاب في حينه أو ما كان يسمى بقانون غازي كنعان، وهذه الرسالة تندرج كرسالة سلسي. إذا كان رئيس الجمهورية بده يمثل شخصيا، وأنا يعني ما عندي معلومات بهذا الشأن تحديدا، بمجرد بأنه يوجه رسالة بواسطة رئيس مجلس النواب ضمن 3 أيام تعقد جلسة، ضمن الجلسة يأخذ مجلس النواب أو يتخذ مجلس النواب القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب بشأن هذه الرسالة. هلأ بالماضي يعني مجلس النواب أهمل رسالة الرئيس الهريوي، وبموضوع أيضا الرسالة التي وجهها الرئيس لحوت في حينه، وبالتأكيد مجلس النواب سيكرر رئيس مجلس النواب رغبته بأن يتم احترام المهلة الدستورية لتفادي الشهور، ولكن طبعا لن يتخذ قرارا أو إجراءا. حضور النواب منه إلزامي، وما بنص النظام الداخلي لمجلس النواب
على يعني أكثريات معينة لاتخاذ موقف، ما يدل إلى أنه الأكثرية هي الأكثرية العادية من عدد الحضور، يعني عدد الحضور نصف زائد واحد. ويدرج رجل القانون سليم جريصاتي رسالة سليمان في خانة الرسائل المعنوية بامتياز. بس كيف في مناسبات أخرى كان يجدر بفخامة الرئيس أن يرسل بها رسائل مجلس النواب، وأنا كنت أسديت إليه النصح في جلسي مع فخامته أنه بموضوع التأخير مثلا بتأليف الحكومة. أنا برأيي توقيت هذه الدعوة الآن يعني إبراء ذمة رئيسية بموضوع التأخير الحاصل في انتخاب رئيس. إذن تأخر سليمان في توجيه رسالته إلى مجلس النواب، وإن كان الموضوع يعود إلى استنسابيته، فعسى أن تحل بركة ذخائر الباب القديس وتساعد سليمان برسالته وبر برده في انتخاب رأس جديد للبنان. دارين دعبوس، قناة الجديد. الرئيس الأسبق أمين الجميل يناقش الاستحقاق الرئاسي ويقدم نفسه رئيسا توافقيا في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط. على بعد أيام قليلة من الاستحقاق الرئاسي وبينما يلوح الفراغ في الأفق، أدلى الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل بما لديه، وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط قدم الجميل نفسه مرشحا توافقيا ملوحا بخطر الفراغ الذي يهدد الميثاق الوطني. ودعا رئيس حزب الكتائب قوى 14 من أذار والثامن منه على السواء إلى التوقف عن العناد والذهاب إلى تسوية تحفظ البلاد بتوفير النصاب في الموعد المحدد. ومن بيت الكتائب في الصيف أكد الجميل أن الأمر ليس مجرد عملية حسابية، فهو لا يبحث عن تحقيق أرقام في البرلمان بعدما عجز حليفه سمير جعجع عن تحقيق الأكثرية اللازمة، فهو يريد أن يكون رئيساً وفاقياً أو لا يكون. والمقصود بالوفاقي بحسب الجميل القدرة على التواصل مع كل الأفرقاء أو مع أكبر شريحة ممكنة إذا كان الإجماع مستحيلاً. ودق الجميل ناقوس الخطر متوجهاً إلى الطرفين قائلاً إن التواريخ داهمة ولا بد من إقناع الجميع في الوقت المناسب، وأنه لا بد من تسوية تحفظ لبنان وموقع الرئاسة واللعبة الديمقراطية والعلاقات المشتركة. واعترف الجميل بوجود بعدين للأزمة داخلي وخارجي، مشيدا بمبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز التي عبر عنها الأمير سعود الفيصل عندما دعا وزير خارجية إيران إلى زيارة المملكة وفتح صفحة جديدة بين البلدين. محاولة اغتيال أحد قادة فتح في مخيم عين الحلوة. في محاولة لزعزعة أمن مخيم عين الحلوة في صيدا، دوى انفجار في حي حطين هو عبارة عن عبوة وضعت في عربة للخردة والحديد، والمستهدف منها العقيد في حركة فتح طلال الأردني الذي نجا وأصيبت امرأتان نقلتا إلى المستشفى للعلاج. المخيم ما لبث أن شهد استنفارا من عناصر فتح ومكتب الأردني، خصوصا أن المخيم كان قد شهد في فترات سابقة حوادث إطلاق نار عدة بين مجموعة الأردني وعناصر بلال بدر وهو أحد مسؤولي فتح الإسلام سابقاً. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الأردني كان عائداً للتو من اجتماع في السفارة الفلسطينية في بيروت، والعبوة كانت موضوعة قرب حاجز فتح لجهة درب النسيم وهي الطريق التي يسلكها الأردني عادة أثناء انتقاله من وإلى المخيم. هذه الفتنة لن تجرنا إلى أي اقتتال، هم حاولوا بهذه المحاولة حتى يجرونا إلى معركة لا نعرف نهايتها، ونحن الآن الله أنقذنا بفضله والحمد لله، فإحنا نعلم من هم هؤلاء الخفافيش، وإن شاء الله إحنا وقيادتنا وقيادة الحركة بحركة فتح بنعرف كيف نتصدى لهؤلاء العملاء وخفافيش الليل. يذكر أن الأردني كان قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة منذ سنوات وقد فقد من جرائها إحدى عينيه. أهلا بكم من جديد. أما الآن فنبقى مع أخبار غير وزميلي شادي خليفي. مساء الخير شادي. مساء الخير داليا. شوفي عنا اليوم أخبار غير. يعني اليوم مهرجان كان سينمائي ما في شك بأنه بيسرق الأضواء بحضور نجوم كبار وبيسرق اهتمام الصحافة. صحيح. فسوريا كانت حاضرة فيه وأيضا كمان لبنان كان حاضر فيه ولو بشكل غير مباشر إلى حد ما. بالإضافة لأخبار أخرى رح نتابعها كلها سوا. يلا منتابعك.
مساء الخير. حضرت المأساة السورية في مهرجان كان السينمائي مع عرض خاص لفيلم ماء الفضة، وهو وثائقي مؤثر للمخرج السوري أسامة محمد، يؤرخ بواسطة المشاهد المصورة عبر الهاتف والمقاطع المنشورة على الإنترنت مأساة سوريا في ظل عدم مبالاة المجتمع الدولي. والتقطت معظم مشاهد هذا الفيلم شابة كردية من مدينة حمص تدعى وئام بدرخان، ويؤرخ الفيلم مراحل الثورة السورية منذ سقوط أول ضحية حتى نهاية حصار حمص الأخير. وصورت مشاهد الفيلم بواسطة هواتف المتظاهرين المحمولة، وما إن انتهى الفيلم حتى ضجت القاعة في كان بالتصفيق الحار. ربما بعد شهر من البحث عن مصور أدركت أني من سيقوم بهذه المهمة. رعب ما بعده رعب. خطفت النجمة سلمى حايك الأضواء في مهرجان كان خلال عرض فيلم الرسوم المتحركة النبي المقتبس عن رواية جبران خليل جبران. وفي أثناء تقديم العمل صححت سلمى حايك للمندوب العام للمهرجان حين عرف بها بأنها مكسيكية قائلة له علنا: أنا لبنانية أيضا وفخورة بكون امرأة تنتمي أيضا إلى البلدان العربية. وفي المهرجان أحدث أكبر نجوم أفلام الإثارة في العالم أمثال سيلفستر ستالون، أرنولد شوارزنيجر، ميل جيبسون، هاريسون فورد وأنطونيو بانديراس ضجة لدى دخولهم على دبابتين لحضور مؤتمر صحفي. يعمد كل مسافر إلى إقفال حقيبة سفره بإحكام خوفا من سرقتها أو من العبث بمحتوياتها، ولهذه الغاية تلجأون في سفركم إلى استعمال أقفال حديدية للإطمئنان إلى أن حقائبكم في منأى عن أي خطر أو عبث. لكن ماذا لو اكتشفتم أنه يمكن فتح الحقائب وإغلاقها على الرغم من الأقفال بهذه الطريقة السهلة من خلال السحاب عبر قلم؟ وهذا يجعل الحقائب البلاستيك المتينة والتي لا تحوي على سحاب أبدا أكثر أمنا من هذه الحقائب والتي تحوي سحاب ويمكن فتحها بهذه الطريقة السهلة. فجر كاتب أمريكي في كتاب جديد اللغز الذي شغل العالم 52 عاما في شأن وفاة الفنانة الشهيرة مارلين مونرو، حيث أكد أنها ضحية جريمة قتل ولم تكن وفاتها طبيعية عام 62. عملية اغتيالها جرت بأمر من السناتور روبرت كندي شقيق الرئيس جون كندي الذي أمر بقتلها بحقنة قاتلة خوفا من أن تكشف العلاقات الساخنة التي أقامتها مع عائلة كندي بمن فيهم روبرت نفسه وشقيقه الرئيس جون. فيديو جديد للسيدة المصرية الشهيرة التي وجهت رسالة بلغة إنجليزية ركيكة ومضحكة إلى أوباما ترد عليه من جديد. حركة ست إبليس على النت كاتبين إن أنا ما بعرفش أقول إنجليزي وإن أنا وإن أنا وإن أنا. أنا واحدة معايا دبلوم تجارة من 22 سنة. أتحدى واحد منهم اللي ضربين شعرهم في الخلاط بتوع بابي ومامي اللي بياخدوا مصروفهم من البوي فريند بتاع ماما. بتحدى واحد منهم واخد بكالوريوس بقاله 22 سنة يتكلم زي أنا ما اتكلمت. طالبت أوباما إن الشأن المصري يخص المصريين فقط، وعايز أقول له يا أوباما، بليز أوباما، بليز أوباما، listen to me. او ماي جاد، او ماي جاد، اوباما، بليز اوباما، لسن تو مي، او ماي جاد اوباما، واي ديد يو اوباما تو هيلب ذا جود ذا مسلم براذرز هود، واي دو يو اوباما تو هيلب تو توريزم جروب ذا مسلم براذرز هود از كيلرز. The Muslim Brothers Hood is a space. And Mohammed Morsi is a big liar. And we are so you to Obama, nobody believes a liar. Stop Obama. Enough Obama. We are Egyptian women. We are don't need any help from Obama. لا يعني هي مصرة انه الانجليش تبعها هو بيرفكت وهو جيد، وانه وزعلت انه انتقدوا لها الانجليزي تبعها، فوجهت رسالة تانية اضرب من الاولى وضحكتنا اكثر من الاولى. بس على كل حال اضرب ولا لا؟ بس مهضومة بتصور. ايه عم تطفي نكهة كتير طريفة مزبوط. بالفترة الماضية يعني صح. بظل كل الاوضاع اللي احنا عم نعيشها صح. على كل حال شادي يعطيك العافية، هذه كانت الاخبار. هلا هي الاخبار بترجع انت بتلتقي بالمشاهدين طبعا بنشرات مقبلة. يعطيك العافية شادي.
النائب سيمو أبي رمية حائر الولاء بين اجتماعات باريس والخامس والعشرين من الشهر الحالي. تحقيق للزميل جاد غصن. تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي وباريس وما يدور فيها يشغلان النائب الجبيلي سيمو أبي رمية وبعض الاهتمام من كثرة اللقاءات المتمحورة حول الاستحقاق الرئاسي في العاصمة الفرنسية. الأجواء اللي عم تجينا منا كتير بعد الضبابية، لأنه كل فريق عم يحكي عم يعطي كلام مغاير عن الآخر. بعتقد ب 48 ساعة قبل جلسة يوم الخميس الأمور بتتوضح. ذلك بعض الهم، أما الهم كله فمن الحب كله. فالخامس والعشرون تاريخ انتخابات المستشارين القنصليين لمجلس الفرنسيين في الخارج. في هذه الانتخابات ترأس فابيان بلينو أبي رمية لائحة الاتحاد من أجل حركة شعبية أو الحزب اليميني الفرنسي عن الدائرة التي تضم لبنان وسوريا. أنه عندي واجب عائلي أولاً، وواجب كمان تجاه الدولة اللي كمان أنا عندي جنسيتها اللي هي فرنسا، أنه ساهم بحملة مرتي أدي أكيد قدر المستطاع، يعني مش مخصص كل وقتي. ما بتتصور أنه انتمائك السياسي عم معقول يضر معركة زوجتك، لأنه الناخبين بينتخبوا على غير أساس، بس بيعرفوا أنه فلان معقول يكون بهذا الجو السياسي بيصير في نفور أما قبول للبعض، يعني عم تفيدها يا عم بتضرها. مزبوط. هلا أكيد العامل اللبناني أوقات بيدخل بالدق، لكن مرتي مصرة على فرنسة هذه الانتخابات، بينما في آخرين عم بيلبنوها، يعني عم بيلعبوا على هيدا الكلام يلي عم بتقوله، أنه انتبهوا مرتو للنائب سيمو أبي رمية إلى ما هنالك. في داخل البيت الزوجي غرفة مخصصة لفريق فابيان الانتخابي. النائب اللبناني أبي رمية يحيد نفسه قدر الإمكان عن تفاصيل الحملة حتى لا يتشابك اللبناني بالفرنسي، وفابيان تؤكد أن الحدود السياسية مرسمة داخل البيت الزوجي. C'est sûr que je peux comprendre que ça peut déranger certaines personnes. Mais ça, je pouvais le comprendre il y a 8 ans, puisque depuis 8 ans, je suis déléguée UMP Liban. J'ai été élue par les militants à 3 reprises et j'ai la confiance de ma famille politique puisque j'ai fait les campagnes de Nicolas Sarkozy à 2 fois. J'ai été choisie pour être suppléante du député Alain Marceau. Donc si vraiment j'avais un problème avec ma famille politique, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi et mon équipe, nous sommes tous des personnes qui vivons au Liban, proches des gens, disponibles pour eux. Et la deuxième chose très importante, c'est que nous sommes investis par un parti politique, ce qui nous donne les moyens de travailler. اللائحة اليمينية واحدة من لائحتين تحظيان بدعم الحزبين الفرنسيين الكبيرين اليميني الدغولي واليساري الاشتراكي. وفي هذه الانتخابات تؤكد فابيان أهمية التواصل مع الفرنسيين في لبنان وسوريا. C'est vrai que avant de partir vraiment pour ces élections, j'ai eu envie et besoin d'aller à Damas et j'ai rencontré beaucoup de Français de Damas il y a quelques semaines. On a pu beaucoup parler sur les problématiques particulières qu'ils avaient. Et grâce aussi à Alain Marceau, on règle déjà depuis 2 ans, le début de la guerre, beaucoup de dossiers qui concernent les Français de Syrie. كثرة الاستحقاقات بين باريس وبيروت هذا الخامس والعشرين من أيار. أما أبي رمية فأولوياته محددة. إذا اليوم هلأ بتنقل هالجمعة شو بدي يصير فيها؟ بدي مش هون رئيس جمهورية أم تربح مرتك الانتخابات؟ أي أولوية بالنسبة لأنا الأكثر؟ أنا أولويتي لبنانية قبل ما تكون أولويتي فرنسوية، لأني نايب لبناني وأنا لبناني قبل ما أكون فرنساوي. هذه الأمور ما فيها لبس. يعني الانتخابات الفرنسية تجري على القانون النسبي، ما يعني الفوز المضمون لفابيان بلينو أبي رمية وهي المرشحة الأولى على لائحتها. وبذلك وبعكس أقرانه في التكتل، لأبي رمية الزوج احتفال مضمون نهاية هذا الأسبوع. جاد غصن، قناة الجديد. ربطا بالإشكال الذي وقع في منطقة برج حمود، تناقلت وسائل التواصل فيلما جديدا يظهر بعض الشبان وهم يركضون وفي أيديهم آلات حادة.
مصير المتهمين في تفجيري مسجدي السلام والتقوى وسوريا الملجأ الآمن لهم. المجموعات التي ارتبط اسمها بتفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس مجموعة الغريب وحوري، مجموعة السبعة بقيادة الشيخ رمضان حيان، والمجموعة السورية. بعض أفراد هذه المجموعات في الزنازين، وبعضهم فار من وجه العدالة، وآخرون قد تكون أسماؤهم وهمية. غير أن القرار الاتهامي أصدره القاضي أبو غيدة بحق 11 متهما منهم تصل عقوبته إلى الإعدام. وقد ميز غيدة بين مشهدين لعملية التفجيرين، يتمثل الأول في المجموعة الأولى التي تضم الشيخ أحمد الغريب ومصطفى الحوري، وقرر أن هذين الرجلين كلفا تفجير المسجدين وقد وافقا بدورهما، غير أن النقيب السوري لم يعطهما إشارة التنفيذ. والتهمة تأليف عصابة لارتكاب الجنايات والنيل من هيبة الدولة، والعقوبة تصل إلى الإعدام. أما المشهد الثاني فيتمثل في المجموعة المنفذة والمخططة، وأفرادها فارون بمعظمهم من وجه العدالة، وتضم الشيخ حيان رمضان وهو رئيس المجموعة متوار في سوريا ويقيم بحسب المعلومات في منطقة ربل قرب القصير، وهو مسؤول اللجان الشعبية فيها ويعرف بأبي وائل. جند كل من يوسف دياب السجين، أما خضر شدود، أحمد مرعي، سلمان أسعد فقد جرى تهريبهم إلى سوريا والعقوبة بحقهم تصل إلى الإعدام. أما المخطط فهو النقيب السوري محمد علي المحرك الرئيس للمجموعتين، وقد عاونه في التخطيط بحسب القرار الاتهامي كل من ناصر جوبان وخضر العيروني، والعقوبة هي الإعدام أيضا. وفيما يتعلق بالنائب السابق علي عيد الذي صدر بحقه قرار ظني بجرم إخفاء المطلوبين فهو في سوريا، كما انطبق الجرم نفسه على كل من سائقه أحمد علي وشحاد شدود وهما سجينان، أما سمير حمود فمتوار في سوريا. لن يكون مصيرهما الإعدام بل السجن استنادا إلى المادة 222 عقوبات من شهرين إلى سنتين. أما الذين كانوا في دائرة الاتهام ومنعت محاكمتهم فهم هاشم منقارة، أنس حمزة، وحسن جعفر لعدم كفاية الدليل. إذن المتهمون الفارون من وجه العدالة هم بمعظمهم متوارون في سوريا. تكريم للعمل البلدي في منطقتي مرجعيون وحصبية وكلام في الاستحقاق الرئاسي. أكد وزير المال علي حسن خليل الالتزام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده حفاظاً على روح الدستور وعمل المؤسسات. أننا نصر على إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في موعده، وأنا أعرف أن مثل هذا الكلام في هذه اللحظة على بعد أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتظامها والحفاظ على روح الدستور ونصوصه، نصر على استكمال كل الاتصالات وحلقات التواصل من أجل الوصول إلى تفاهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بمواصفات القيادة والجمع، رئيس قادر على أن يعكس إرادة الناس في الوحدة والقوة والمناعة. كلمة خليل جاءت خلال حفل تكريمي أقامته بلدية بلاط في قضاء مرجعيون لرئيس المجلس البلدي علي غالب رمضان، حضرها في دارة رئيس ديوان المحاسبة السابق القاضي عوني رمضان عدد من نواب المنطقة، إلى جانب حشد من رؤساء بلديات منطقتي مرجعيون وحصبية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية في المنطقة. من هنا كان الالتزام بدفع مستحقات البلديات لدى الصندوق البلدي المستقل، وأقول أمامكم أن الدفعة الثانية من مستحقات البلديات قد تم توقيعها بالأمس وهي في طريقها إلى صناديق المجالس البلدية. وطلب خليل بالحفاظ على مناخ الهدوء السياسي الذي تبدى بعد تشكيل الحكومة الحالية، ليس على قاعدة ملء الفراغ بل على قاعدة إدارة العملية السياسية. وزير الداخلية نهاد المشنوق يروج ربوع لبنان في الخليج، والبداية من أبوظبي.
دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الإماراتيين إلى تمضية إجازاتهم في ربوع لبنان بعدما بات الأمن ممسوكاً، مشيراً إلى أن هناك بوادر مشجعة وإيجابية لرفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان. وكشف في زيارة لأبوظبي على رأس وفد أمني رفيع المستوى أنه سيجول على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي قبل شهر رمضان المقبل لتشجيع عودة الزوار إلى لبنان بعد تطبيق الخطة الأمنية ولطلب المساعدات لقوى الأمن والأمن العام. المشنوق زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في وزارة الداخلية. أنا متفائل بأن هذه الزيارة ستكون فاتحة خير على البلدين وستؤسس من جديد بعودة العلاقات إلى سابق عهدها من ثقة ومن محبة ومن ود ومن علاقات اقتصادية. بالطبع الخطة الأمنية أعطت مؤشر جدي على أن هناك سلطة في لبنان تقوم بواجباتها تجاه المواطنين وتجاه الثوار، وكل القوى السياسية في لبنان ملتزمة بهذه الخطة الأمنية. وكان المشنوق قد زار مقر الإدارة العامة للجنسية قسم متابعة إصدار الجواز الإلكتروني حيث اطلع على آخر التقنيات المتبعة في دولة الإمارات لجهة إصدار جوازات السفر الإلكترونية. الوزير السابق وئام وهاب يتعهد استعادة الجولان من السويداء. أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب خلال احتفال تكريمي له في مدينة السويداء السورية إلى أن سوريا تستعد لانتخاب رئيس جديد في هذا الوقت الصعب، معتبرا أن انتخاب الرئيس بشار الأسد رئيسا للجمهورية اقتراع لكرامة الأمة ووحدتها وليس لشخص الرئيس بشار الأسد. وقد استقبل وهاب في السويداء بحفاوة. كما أنتم وقفتم إلى جانب سوريا وإلى جانب المقاومة، المقاومة في لبنان وكل المقاومين في لبنان سيكونون إلى جانبكم، فلا تخشوا أحدا في كل المواقع في كل المعارك في كل المناطق. هزيمة سوريا أصبحت من الماضي، هذا أمر انتهى. لن تهزم سوريا، لن تسقط سوريا، ستنتصر سوريا وسينتصر الجيش العربي السوري، ولن يستطيع أحد هزيمة سوريا ولا تقسيم سوريا ولا أخذ شبر واحد من أرض سوريا. وإلى أهلنا في الجولان أقول ستنتهي هذه المعركة، وإن شاء الله ستنتهي خلال الأشهر المقبلة، وعندما تنتهي هذه المعركة ستكون معركتنا القادمة هي استعادة الجولان. وأكمل وهاب قوله أن الموحدين هم أكثر الناس المعنيين باستعادة الجولان، وهو دين في رقبتهم ويجب تسديد هذا الدين. زواج القاصرات وآثاره السلبية محور ندوة في بيت المحامي، وشهادات حية لمعاناة سيدات بفعل هذا الزواج الجائر. زواج القاصرات وما يترتب عليه من أثار سلبية على العائلة والمجتمع كان محور اللقاء الذي نظمه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت. وكانت شهادات حية لسيدات تزوجن وهن قاصرات تحدثن فيها عن معاناتهن والأعباء التي فرضت عليهن في سن غير مهيئات فيها لا نفسيا ولا جسديا ولا عقليا ولا ثقافيا لتحمل المسؤولية. وهو ما فهمني ولا فهمته، تعذبت كثير لربيت أولاد، ولحد الآن ما في انسجام. أنا بطلب من كل واحدة إنه يعطوها الرأي تختار الإنسان اللي تتقبله. خابط لزق الزواج كتير عذبني، وعانيت بولادي ومرضت بكير، أعصاب، ضغط، سكري، ترقق عظم، يعني كآبة كتير. بس هي من جوا شو نظرتها لحالها؟ عارفيني هي هويتها الأنثوية وين؟ صار معها حمل بأول سنة ومات الجنين برحمها، عندها هلأ مرض ترقق العظام. فيني أقول بمطرح من المطارح بحسها حب تراهق، ولكن المبادئ الاجتماعية والتقاليد ونظرة المجتمع بتمنعها تراهق. كتير بتحب الأشياء التكنولوجية الحديثة، بتحب الواتس أب، بتحب الفيسبوك، وكلهم بتعرفيهم وأشطر مني. هول كلهم أشياء بترجموا هي كيف. خلينا نقول حدا عنده طاولة 2-3، هي من الواحد دغري للثلاثة، أنهكت جسمها
أنهكت نفسها، كله هذا بعدين بده يبين. وتوقف المشاركون في اللقاء عند التناقض في سلوك المشرع اللبناني وتغاضيه عن زواج القاصر التي لم تبلغ سن 18 وعدم حمايتها، فيما يرى أن القاصر غير ذات أهلية للالتزام بالعقود والترشح والانتخاب وقيادة السيارة. أهلا بكم من جديد. بائع شاي رئيسا لوزراء الهند، كيف فاز على عائلة غاندي الحاكمة؟ هذه هي الهند بكل تناقضاتها، تضج حياة وألوانا على الرغم من فقرها. وهذا هو ناراندرا مودي رئيس الوزراء الهندي المنتخب. أمامه الآن طريق طويل لتأليف فريقه الحكومي، لكنه لن يكون أطول من ذاك الطريق الذي سلكه من موطنه الأصلي المتواضع في ولاية جوغارت حيث كان يبيع الشاي إلى سدات الرئاسة. على وعد بمحاربة الفقر الذي يأكل أكثر من 70% من السكان، وصل بائع الشاي وحزبه بهارتيا جناتا إلى قصر حيدر أباد في سابقة هي الأولى منذ 30 عاماً. فجأة ومن دون سابق إنذار قرر الشعب الهندي أن يخرج من سطوة سلطة عائلة غاندي الحاكمة التي استأثرت بالحكم طوال 10 سنوات لاحقتها خلالها كل فضائح الفساد وتعطيل الاقتصاد. ما بدأه الناشط أن هزاري عام 2011 في محاربته الفساد أتى أكله في الانتخابات، ترك فقراء الهند ولاءاتهم السياسية، وتركت أقليات الهند مخاوفها من قومي هندوسي متهم بتحريك أحداث عام 2002 ضد الأقلية المسلمة التي يبلغ عددها 150 مليوناً، فانتخب بائع الشاي رئيساً للوزراء بعدما وعد بتحقيق أحلام أكثر من 1 مليار هندي. لا يجب أن يشعر المسلمون بالخوف، والهندوس لا يحبون أن يعتدوا على أي ديانة. في هذا العمر وما زال شديد الجاذبية والقوة، لا يعني أنه يركز على مظهره، ولكنه قال بأنه يحب أن يهتم بلباسه، وإذا مثلنا في الخارج سيكون أنيقا. وللمنصب الذي تسلمه مودي أهميته المفصلية في ظل دور شكلي لرئيس الجمهورية، وهذا ما أثار حفيظة الحزب الحاكم الذي تتزعمه سونيا غاندي كنة أنديرا غاندي التي لم تعتدي الجلوس في مقاعد المعارضة في بلد حفر اسم المهاتما غاندي في وجدانه طويلاً. ولم تتوقف وعود بائع الشاي على استعادة الأيام الجميلة، إذ وعد باستعادة مكانة الهند كدولة كبيرة في العالم، وسرعان ما استجابت البورصة الهندية فارتفعت، ورحب الرئيس الأمريكي فرفع المقاطعة. وفيما يخص العرب فالهند معروفة بدبلوماسيتها الأنيقة في منطقة الخليج العربي التي تظل الأكثر ارتباطاً بمصالحها الاستراتيجية وثرواتها الاقتصادية، ومعروفة أيضاً بموقفها الموازي للموقف الصيني والمتعاون في برنامج النووي الإيراني والحذر في الشأن السوري، وكله على قاعدة المصالح أولاً. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية من دون أن تخالف التوقعات، فقد تصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي النتائج في العاصمة بغداد، حيث نال فيها فقط 32 مقعدا، فيما تشير النتائج في عموم العراق إلى أن كتلة المالكي قد فازت بأكثرية المقاعد في البرلمان العراقي لكنها لم تحقق الأغلبية. مع ذلك يؤكد مراقبون اتجاه المالكي للبقاء في منصبه لولاية ثالثة على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ضد حكمه على خلفية الفساد المستشري وسياسة القمع وتدهور الأوضاع الأمنية. وقبل الختام لقطة اليوم، أي خدمة يا باشا؟
كان في النشرة بين جعجع وعون، عفوا بين جعجع والحريري عقدة عون. ما تركنا أي احتمال إلا ما طرحنا، الاحتمال اللي منحبه والاحتمال اللي ما منحبه. هيل من عين التيني تجنبوا دفع ثمن الفراغ. سلام وصل إلى السعودية والراعي رد له الزيارة. نحن قاعدين عم نملأ شواغر وشواغر، نخلق كمان مركز شاغر كمان على أساس الدولة. في الخاص ترسيم حدود داخل البيت الزوجي. وعندي واجب عائلي أولاً، وعاجب وواجب كمان تجاه الدولة اللي كمان أنا عندي جنسيتها. من بائع شاي إلى رئيس للهند. حمص في كان بماء الفضة. رعب ما بعده رعب. وكان في النشرة أيضا رسالة جديدة. We are Egyptian women. We are don't need any help from Cuba. كان هذا كل شيء. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فإلى اللقاء.